بمناسبة الصيف إليك 8 دورات احترافية من جوجل لتعلم المهارات الرقمية الأساسية مجانا على جهازك. اليوم توجد العديد من المنصات والمواقع التي تقدم مجموعة من الكورسات والدورات في مجالات مختلفة ومتنوعة، منها التقنية والترفيهية وغيرها من المجالات الأخرى. بينما تتوفر بعض هذه الموارد بشكل مجاني، البعض منها تكون مدفوعة مما يتوجب علينا شرائها من أجل الاستفادة من المحتوى الذي تقدمه. وتعتبر منصة يوديمي وسكيل شير من أهم المصادر الأجنبية التي توفر دورات تعليمية حصرية تتميز بكونها عالية الجودة وتغطي مختلف المجالات والتخصصات. ومن أجل تطوير المهارات الرقمية الأساسية لحياة المستخدمين الشخصية، وفرت شركة جوجل 8 دورات تعليمية مجانية تماما. هذه الدورات تمثل فرصة مناسبة لأي شخص يبحث لتطوير نفسه وحياته باستخدام الإنترنت. الدورات بالمناسبة عبارة عن كورسات لتعلم كيفية البحث عن العمل وتنفيذ المهام اليومية وكتابة السيرة الذاتية وغيرها. أولا، لدينا استخدام جوجل للحصول على وظيفة. تعتبر دورة استخدام جوجل للحصول على وظيفة أولى الدورات التدريبية المتاحة، وهي عبارة عن دورة تعليمية مدتها من 4 إلى 8 ساعات، تتيح لك معرفة كيفية البحث عن فرص عمل واكتشاف مواقع العمل وكتابة سيرة ذاتية وتقديم طلبات وتدرب على المقابلات. كل هذا باستخدام معالجات النصوص ومحرك البحث والعروض التقديمية وحتى جداول البيانات. ثانيا، الأدوات الرقمية للمهام اليومية مدتها تتراوح بين 4 إلى 9 ساعات. تعلم الدورة التدريبية الأدوات الرقمية للمهام اليومية للطالب أن يكون أكثر كفاءة في العالم الرقمي من خلال التعرف على كيفية إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد وكيفية التواصل بكفاءة والبحث عن معلومات عبر الإنترنت وإنشاء مستندات بالطريقة المناسبة. ثالثا، ابدأ في كتابة سيرتك الذاتية. من خلال دورة تعليمية ابدأ في كتابة سيرتك الذاتية التي تستغرق ما بين 4 و 9 ساعات. ستتعرف على الطرق المناسبة لكتابة السيرة الذاتية انطلاقا من اختبار قالب مستندات جوجل وتدرب على استخدام العناوين أو كيفية ترجمة الخبرة المهنية بشكل مناسب. كما توجد دورات أخرى مرتبطة بدورات السابقة، وهي إنشاء ريزيوم في مستندات جوجل وتعديل سيرتك، والتي تعلمنا كيفية جعل السيرة الذاتية أكثر قيمة وجذابة أثناء مقابلة صاحب العمل. وبالحديث عن ذلك، فقد أنشأت جوجل أيضا دورة تدريبية إذ كنت تفكر في طلب زيادة في الراتب وتدعى التفاوض على راتبك. من خلالها ستتعلم ما يجب عليك فعلها في مقابلة مشرفك من أجل التفاوض بخصوص زيادة الراتب، مثل الخطوات التي تحتاجها لجمع البيانات وتنظيم أفكارك ومعلوماتك وتحديد ما إذا كان الوقت مناسب للتفاوض بشأن زيادة الراتب. في الأخير، جوجل توفر لك أيضا دورة تدريبية مدتها من 4 إلى 9 ساعات للتعرف كيف يمكنك أن تصبح رائد أعمال. الدورة تدعى إنشاء أعمالك عبر الإنترنت، وتتناول موضوع كيفية إنشاء شركة لبيع منتج أو خدمة. ودورات أخرى مرتبطة بالدورات الأخيرة تدعى التخطيط والميزانية، لمعرفة كيفية اتخاذ قرارات مالية جديدة مع تحليل النفقات على المدى الطويل. وفي الأخير، لا تنسى الاشتراك في القناة والترك لنا إعجاب على الفيديو، وشكرا لكم.